في دولة الإمارات مع فريق الجزيرة، عرضية خطيرة، الله الله الله، ما ارتفعت في دبل فجيرة، تنفذ الركنية رأسية إلى درويش، تسديدة، الله الله الله. ليونار ملعوبة الآن إلى عبد الله رمضان، خطيرة، حلوة حلوة حلوة، تتحرص، الله 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 الله. مصلحة فريق دبل فتيرة، تنفذ رمية التماس إلى أحمد خميس، ما بينه وما بين ياسين، خطيرة هذه، داخل المنطقة، بتنحط في المرمى، جمعة مسعود جوكا يظهر أخيرا يسجل التعادل لدبل فتيرة في الدقيقة 41 بعد مجهود جميل كان من قبل اللاعب ياسين البخيل. أن يشاهد عبد العزيز العبد هذا المدرب اللي يمكن ما عنده خبرة كبيرة في قيادة الفرق في دوري المحترفين، لكن بالتأكيد عنده الآن المهارة والعرضية والكرة الخطيرة والهدف الثالث الملعوب لفريق 2 للوصل على الفتيرة في هذا اللقاء 5-2. كرة ملعوبة الآن، حاول المرور، الكرة تخلص أيضا إلى خارج الملعب أو ما زالت في أرضية الملعب. ياسين لبقيت عرضية داخل منطقة الجزاء ومحاولة،